كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. المنتخب الوطني وان شاء الله ان شاء الله من هنا لروسيا نفس الاحتفالات ونفس الامكانيات ونفس التقنيات ونفس المستوى ان شاء الله. جود لاك. السلام عليكم. احنا فرحانين بهذا الانتصار ديال المغرب والكاس نضم عندنا هنا في البلاد، بغينا يبقى عندنا في البلاد. كنشكروا جلاله الملك اللي كيتضامن معنا وكيشجع دائما الفريق الوطني وكيجمع المغرب جميع المنتخبات. تنشكروا بزاف وان شاء الله دائما نبقاو متالقين وفرحانين. وعاش الملك. السلام عليكم. بمناسبة الفوز ديال المنتخب المحلي المغربي كنتمنى للمغاربة ان شاء الله التوفيق، والمنتخب ديالنا والاسود ديالنا ان شاء الله يحمروا لنا وجهنا في كاس العالم دروسيا، وعلاش لا ما نجيبوش لا كوب دي موند. بيف المغرب. السلام عليكم. كنبغي نقول المنتخب الوطني تبارك الله عليكم بزاف، وكنشكر بزاف حداوي تبارك الله راه يلعب في المستوى، وكنشكر القناة. انا فرحان المغرب ربح وديما انا الصراحه فرحت المغرب بزاف حيت ربحت وكتشرف المغرب، وان شاء الله نفوتوا بزاف بزاف ونطلعوا نربحوا ان شاء الله كبيره. ان شاء الله بغينا نربحوها ماشي هاد الصغيره، احنا باغيين نربحوا ان شاء الله الكبيره. والله يخلي لنا محمد السادس. وعاش الملك، عاش محمد السادس. الله صلى الله والله يجعل ربي يعطينا كاس كبير ان شاء الله. هذا وكنهداو جميع المغاربه كلهم، وكنشكروا مولاي الحسن هو الاول، وكنشكروا الاسره الملكيه، كنهداو هذا النصر لجميع المغاربه، وكنفتخروا بالمغرب ديما. على سيدنا.